إدارة النماذج التنظيمية، إدارة إجراءات العمل، هذا كله عندنا مؤتمن. طيب عندك إدارة موسوعة التعلم معنا، إدارة العملاء، إدارة تيار خدمات النظام، إدارة المدن التدريبية. مثلا أنا جيت ينبع، طيب إيش في ينبع إيجار سيارات؟ إيش في ينبع في فنادق موجودة عشان يسكن فيها الواحد؟ فكل ذا ينضاف ضمن المدينة ينبع، وأنا موجود بدون ما تحسون إيش أسوي، أجمع معلومات. جيت المطار صورت، أول ما نزلت المطار صورت الشركات حق الإيجار حطيتها، ليش؟ فالنقطة أنت جيت تبغى تدرب.